يكلموني عن موضوع اللاعب. صحيح اني ما ذكرت اسمه بس الناس يعرفوه. انا ما ذكرت اسمه لاسباب يعني مش اني ابي اسوي تشويق او الحركات هذه، انا لا يهمني لا زياده متابعين ولا ترندات، ما يهمني الامور هذه. انا يهمني اني افرح الناس واكون مصدرهم الاول، بس يعني يدرون الناس اني انا فعلا اقدم لهم شيء. فموضوع اللاعب هذا انا ما تكلمت عنه الا انا سامع عنه امور كثيره من روس كبيره، يعني من روس كبيره، فأتوقع الكلام واضح. فتأكدوا أني ما راح أذكر اسم لاعب ولا أتكلم عن لاعب ولا ألمع اللاعب إلا سامع من شخص ما هو عادي. الكلام اللي وصلني حرفيا عشان ما ألف وأدور معاكم وأنا ما أحب ألف والدوران، الكلام اللي وصلني أنهم حاليا يتناقشون في الأمور المالية، يعني وإن شاء الله أن الأمور تمشي. ترى الأمور مالية فقط، يعني النقاش في موضوع اللاعب هذا تناقش، يعني تكلموا معاه وتكلموا مع النادي وتكلموا هم بينهم كلام. يعني انا مستغرب ان الصحف العالميين ما يعرفون ان بين برشلونة وبين نادي اللاعب هذا مستغرب شلون ما يعرفون ان بينهم كلام. انا ما ادري صحفيين عالميين على ويش، انا ما ادري، لكن في كلام بينهم. المدرب ما يبغي اللاعب، انا معاكم المدرب ما يبغي اللاعب وكلنا عارفين بهذا الشيء، لكن في واحد اقوى من المدرب يبغي اللاعب وشغال عليه وبإذن الله بيقدر يجيبه. بإذن الله أمور بسيطة تحل وبإذن الله راح تشوفونه في برشلونة. نقول يا رب، ما في شيء 100% أكيد، لكن شغالين على الموضوع وأبصم لكم بالعشرة إننا شغالين على هذا الموضوع.